السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس هنشوف ازاي نعمل فلور ويكون واخد اسلوب. طبعا عشان نرسم فلور هيبقى هنا من الاركتشر ولا مع السلوب، فخلينا نختار حاجة تكون سميكة شوية عشان تظهر معانا. بس من 300 هقول له غير الرسم كده ل 500 مثلا. اوكي هقول له اوكي، وبعد كده هبدأ ارسم بالشكل دوت. اوكي طيب دلوقتي هدخل بقى في 3D، وممكن طبعا ترسمها في 2D بدون مشكلة خالص. طيب هاجي هنا وهقول له انا عايز ارسم كومبوننت موديل ان بليس، واقول له خلي نوعها فلور. اوكي وبعد كده عايز ارسم على الجنب دوت، فاقول له شو ست، واقول له بيك ابلان، وبعد كده هرسم على الجنب دوت. ممكن ترسم اي جنب مش مشكلة يعني، تمام. انا بس عشان اسهل على شوية، واجي هنا من كريت واقول له اكستروشن، وهبدأ ارسم الحاجة بتاعتي. هبدأ ارسم اللون بتاعي كده بالشكل دوت مثلا اهو، وبعد كده هبدأ اللسوب بتاعي بالشكل دوت اهو. اوكي تمام، ده هغير نوعه لفويد، والاسهل ان انا من كريت اقول له فويد من هنا، وابدأ اسحب معايا بحيث ان هو يبقى بالشكل دوت. ده الفويد بتاعي نشوفها كده في الشديد بالشكل دوت. وبعد كده من ميرش ممكن تقول له انا عايز اعمل قط، اتعلم على الفلور، اتعلم على القط، وتقول له فينيش، بقى عندك الحاجه بالاسلوب ده. طبعا لو كنت قلتها للاخر كان هيبقى في اسلوب للحته دي كلها، بس انا كنت عايز اقصد الموضوع ده ان يبقى في ميول في جزء والجزء الثاني بقى مكمل بالشكل دوت. ببساطه كنت ممكن لو انت عايز كده تروح مكمل كده، تروح الحركه كلها ده لو انت حابب بالشكل دوت.